هالسنة بحس إنه أكثر سنة لازم نفوت فيها كأس عالم، لأنه عملنا كثير تحضيرات منيحة والتحقنا قبل بشهرين. بحس إنه أول مرة هالسنة تحضرنا مزبوط لكأس العالم، لكأس آسيا، ولازم هالسنة برسنتاج يكون شيء فوق 70% إنه نفوت كأس عالم، لأنه أحلى تشكيلة تقريباً بتجي على منتخب لبنان من قبل لهلا، وإن شاء الله لازم نفوت بنحقق أمل كل لبناني. هلا الشغلة الوحيدة الصعبة لازم اللي راح تكون عنا إنه ماتش أوزبكستان هو اللي بيحسم 90% إذا بنفوت كأس عالم أو لا، لأنه اللي بيعمل أول تقريباً بيضمن 90% التأهل، بيتفادى إيران بالدور الثاني.